هو عمل مشكله من غير مشكله، يعني هو لما قدم استقالته بعد مباراه المقاولين لما كسب المقاولين واحد برضه كان بيتهاجم كويس، انت وكان في يعني ضغوط صعبه جدا عليه. بس انا ما بتهاجمش من الاداره. بص يا كابتن محمد، احنا لازم نفصل، احنا هنا انا ما بتهاجمش من الاداره بشكل كبير جدا. احنا عندنا نفس الحاله دي موجوده في اسماعيليه، ايهاب ما فيش رضا كامل من الجمهور على نتائج الفريق او شكل الفريق في الدوري، بس انت اداره مسانده بشكل كبير جدا، فايهاب شغال مع الاداره مش شغال مع الجمهور. فنفس الكلام كان الكابتن طارق العاشري، كان لازم يبقى فكره كده ان انا الاداره بتحط فيا الثقه والاداره متمسكه بيا، حتى وعندهم شيء من الهدوء والصبر ان هم مكملين لنهايه السنه، لان هو كمان ماشي بخطى كويسه صحيح. في الدوري وممكن صحيح. يحقق مفاجاه الرابع دي او ممكن يعمل المركز يعني، فهم صابرين عليه. انت اللي طلعت بعد المباراه، انت اللي قلت انا عايز امشي، الاداره ما كانتش عندها مشكله يعني معاك في حاجه، والاداره كمان قعدت معاك تاني وصبرت تاني وقالت لك لا كمل الموضوع اللي انت موجود فيه. انا هنا بس يا فاروق انا بربط المدير الفني لما بيجي يعد الموسم كروي، يعني هو بيعدله في مسابقاته اللي موجوده. فانت المفروض النهارده الدوري المصري فيه دوري وفيه كاس وفيه كاس الرابطه، فانت عندك ثلاث بطولات. فانت اي مدير فني النهارده لما انا اجي امسك اي فرقه حتى لو هي مستواها قليل، بس انا بشتغل ان انا عندي في الموسم ثلاث بطولات. طب هنقول نادي الاتحاد وكابتن طارق كمان عنده تجربه كويسه جدا مع حرس الحدود ان هو جاب كاس مصر مرتين وجاب سوبر مره، يعني هو البطوله صحيح. دي كمان يقدر يمشي فيها كويس او فاهمها او عارف هي بتمشي بالظبط كده. فتحمله النهارده لخروج الاتحاد السكندري من كاس مصر، هو يتحمل يتحمل لان انت دي بطوله محببه بالنسبه لك وبطوله محببه عند الاتحاد السكندري. يعني في فرق فاروق ممكن تمشي في بطولات بشكل كويس جدا للكعب العالي. الاتحاد عنده 6 كاس مصر، يعني فرقه بتعرف تجيب البطوله دي بشكل كبير جدا او البطوله بتناديها اسهل من الدوري اللي عايز انافس طويل. بالظبط بالظبط كده. انت بتلعب 5 ماتشات او 6 ماتشات وبتلاقي نفسك بطل في النهايه. فكان على الكابتن طارق دي اللي كانت ممكن تعوض الاتحاد السكندري على الصرف كمان اللي بيصرفه الحاج محمد مصلح، واحنا بنوجه له التحيه يعني الصراحه، يعني لان الراجل هو عامل حاله في 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 نادي الاتحاد من غير مساعدات كبيره بالنسبه له. فكان ارضاء للراجل ده ووقفته جنبك، يعني ان انت كنت حتى تمشي في البطوله دي لما اجي اخرج من الزمالك ولا من الاهلي ولا من بيراميدز هتبقى مقبوله بشكل كبير جدا. اما ان انت تخرج انت ليه حق الجمهور. بس الكاس مفاجات برضه كده مش مختلفين، بس مفاجات مع مين يعني مثلا انا قلنا الحاله الفنيه بالظبط، الحاله الفنيه بتاعه المقاولين عادي جدا ان تحصل معاهم فجاه، اما حاله الاتحاد الفنيه ما كانش المفروض يحصل شيء. كابتن طارق ممكن يمشي كابتن؟ اكيد بعد المباراه دي. لا ما انت بتتكلم، انت قلت حاجه كويسه ان انت لو طلعت من الاهلي او بيراميدز او الاسماعيلي او المصري زي ما انا بقول لك يا فاروق. لا انا بكلمك زي ما انت النادي المصري النهارده بيتغلب وعامل نتائج وحشه، لكن الاداره متمسكه بعلي ماهر، هو رامي حته الجماهير مش في دماغه ولا بيسال فيهم. لكن انت بتتكلم على اداره بتدعم مدير فني، لكن انا بالشكل ده لا، الكابتن طارق مش هيعرف يشتغل الفتره اللي جايه حتى النتائج بتاعه النهارده بقى. الخروج ده هيخلي لو